اعتنق الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء كان بعضهم يقول رحمهم الله، يقول أن العلم من المحبرة إلى المقبرة. يعني لا تسمع يوما من الأيام أن أحد من العلماء كما يصنع بعض لاعبي الكرة يعتزل. لا يوجد اعتزال عندنا في طلب العلم، في العلماء، في التحصيل العلمي، في الدورات، لا تنتهي. والطالب طالما يطلب العلم هذا هو عالم وطالب، لأن حتى العالم لا يترك طلب العلم أبدا. ولهذا كان الكلمة في بداية هذه الدورة عن أهمية الوقت، الوقت عند المسلم، لأن الآن يعني أصبحت الأوقات تضيع بهذه الوسائل، نسأل العافية والسلامة. وهذه الدورات التي تقام يعني الغرض منها استغلال الأوقات، اغتنام الأوقات، حتى وإن كانت الآن يعني أغلب الدورات عن طريق هذه الوسائل. والأمر لله، ما لا يدرك كله لا يترك جمله. فنحن الآن في زمن حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، يعني عما كان عليه زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأزمنة، أوقات الفتن، ماذا نصنع؟ نعتصم بماذا؟ بالكتاب والسنة. كيف يكون الاعتصام بالكتاب والسنة ونحن نضيع الأوقات؟ تمضي الأوقات، الساعات، الأيام. عندنا في هذه الأيام معنا من يسكن معنا، من يعيش معنا، من يتواصل معنا، من يصوم الاثنين والخميس ويصوم الأيام البيض ويختم كل ثلاثة أيام، يقوم ثلث الليل الآخر، لا يقصر في الفرائض، الصلوات المفروضة الخمس مع الجماعة، صلة الأرحام، حدث ولا حرج. معنا في هذه الأيام أناس يصنع هذه الأشياء. كيف يصنع هذه الأشياء والبعض منا لا يستطيع يصنع هذه الأشياء؟ لماذا؟ لأنه حافظ على وقته، يعرف أن هذا الوقت ثمين، لا يضيع ثانية واحدة من وقته. وأثمن ما يعني يقتنم في الأوقات ما هو؟ قيام الليل أو الصيام أو ماذا؟ سئل إمامنا الإمام مالك رحمه الله تعالى عن رجل محكوم عليه بالقصاص، يعني سيضرب عنقه ممكن غدا أو بعد غد. قالوا: يا أبا عبد الله، كنية الإمام مالك رحمه الله، رجل محكوم عليه بالقصاص ولم يبقى معه من الوقت إلا قليل، ماذا يصنع؟ يعني يصلي أكثر من القيام، قراءة القرآن، الاستغفار. قال رحمه الله: قال يطلب العلم وإن لم يعمل به. يطلب العلم وإن لم يعمل به. يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، لا تبغي بأي شيء، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. ضيع الوقت. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ضاعت الأيام وضاعت الليالي. إخواننا، نغتنم هذه الأوقات، خاصة هذه الأوقات الآن، أوقات الحظر، أوقات كورونا. والله يا إخواننا هذه أثمن أوقات عندنا، لأن هذه الأزمات يعني فرغت كثير من الناس، كما حصل مع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام جل مؤلفات، أكثر مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله كانت في السجن. لماذا؟ لأنه اغتنم الأوقات، عرف أن هذا الوقت وقت خلوة، يستطيع يكتب. كانوا إذا أرادوا يعذبوا شيخ الإسلام أخذوا منه أدوات الكتاب حتى يعذبوه. فطالما الآن توفرت لنا، والله توفرت لنا أسباب لم تتوفر للأئمة، لم تتوفر للإمام أحمد رحمه الله، تطلب العلم والكتب والدفاتر والأوقات والأماكن، وتعال يا أخي وتفضل يا طالب العلم،
وبعد هذا تجد من يقصر. سبحان الله. فيا أخواننا والله سنسأل عن هذا، تسأل عن الزمن، عن الوقت هذا الذي ضاع منك الآن وأنت لا تدري عنه. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. يسألنا الله يوم القيامة سبحانه وتعالى عن هذا النبي عليه الصلاة والسلام، هل أدى الأمانة، هل نصح الأمة، هل بلغ، هل جاهد في الله حق جهاده؟ لابد تقول نعم. سائلك الله عن هذا، هل تعلمت هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عملت به؟ هل دعوت إليه؟ هل صبرت عليه؟ إذن يا شباب نحن نريد أن تكون هذه الدورة في طلب العلم والحفظ هذه المتون المقررة والعمل بها، مهم جدا. الوسيلة الآن الحفظ والطلب، الغاية عندنا العمل بهذا، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والله كيف نكون حقا أتباع للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله سبحانه وتعالى له في وقت عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يضيع الأوقات عليه الصلاة والسلام. تخيل يا أخي أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد في الحج، في يوم العيد صلى عليه الصلاة والسلام الفجر بمزدلفة، صلى الفجر بمزدلفة، ثم قام يدعو عليه الصلاة والسلام وخطب الناس، ثم مشى عليه الصلاة والسلام حتى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات وخطب في الناس أيضا، ثم نحر عليه الصلاة والسلام بيده 63 بدنة، 63 من الإبل نحرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أمر أن يؤخذ من كل بدنة قطعة ووضعت في قدر وطبخت، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها وأكل من لحمها، ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، ثم انطلق إلى مكة، طاف وسعى وكان يفتي الناس ويعظ الناس عليه الصلاة والسلام، وبعد هذا رجع إلى منى وصلى بها الظهر. هذه الأعمال كلها فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الفجر إلى الظهر. اليوم لو يكون معك هليكوبتر الله أعلم ما تستطيع تصنع هذه الأشياء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى بارك للنبي صلى الله عليه وسلم في وقته. لو تنظر مثلا قبل أيام كان يكتبه عن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، يعني عاش الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى حوالي 70، لكن المؤلفات كثيرة جدا. أئمة الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بارك الله له في وقته، قلنا يؤلف فقط عندما يكون في السجن، لكن كان يكتب في يوم ما يكتب الكاتب الذي يعني مهنة الكتابة في أسبوع، بخط جميل أيضا. ويعد شيخ الإسلام، لا يوجد، بعض العلماء يقول لا يوجد مثل شيخ الإسلام رحمه الله في التأليف. لماذا؟ يقال له أكثر من 1000 مؤلف. بماذا حصل هذا؟ بماذا كانت البركة في الأوقات؟ بالإخلاص. يا أخواننا مهم جدا أن نبتغي بطلب العلم، بالحفاظ على الوقت، بكل ما نعمل نبتغي بهذا وجه الله. فلواحد، كن واحدا في واحد، يعني في الطريق الموصل إلى الله، أعني طريق الحق والإيمان. فالله الله بهذه الدورات، الله الله بطلب العلم، الله الله بهذه الأوقات. يا أخواننا نترك هذه الوسائل التي ألهتنا عن ذكر الله. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. الذي يحرص عليك ويقول لابد تحافظ على أوقاتك ولابد تشترك معنا وأين تذهب وماذا تصنع ولماذا، هذا اللي يحبك. يقال عندنا هنا من حبك
دبك. يعني اللي يحبك هو اللي يحرص عليك دائما ويقول تعال ولازم نحفظ ونصنع لك دورة نصنع ونصنع ونصنع، هذا المحب لك. أما اللي يقول لك نحن في خير كبير وعندنا كورونا الآن وهذا ليس وقت للطلب، ووجد من السلف من كان لا يحفظ القرآن ولا يحفظ هذه المتب، هذا يريد بك للهاوية، والله لا يحبك. هذا يحرص على أوقاتك ويقول نغتنم كل دقيقة في طلب العلم، هذا المحب لك. يا أخواننا، أبو هريرة رضي الله عنه حافظ على وقته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل له ماذا؟ كان هو أحفظ الصحابة رضوان الله عليهم، صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الثمن شبع بطنه، يعني دائما لا يشبع، لكن حصل ماذا؟ هو أعلى الصحابة في الحديث النبوي، حتى في مسند الإمام أحمد قرابة مجلد كامل لأبي هريرة رضي الله عنه. حتى يقول بعض علماء الحديث يقول إذا سئلت عن أي حديث من راوي هذا الحديث قل أبو هريرة، ففي الغالب تجد أن هذا الحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه. بماذا أخواننا؟ تخلص وتبذل غاية الجهد، ومن غاية الجهد هذا اغتنام الأوقات. الله سبحانه وتعالى يقول والذين جاهدوا، هذا الشرط الأول، يعني بذلوا غاية الجهد، استغلوا الأوقات وحرصوا، ويعني كل ما أعطاهم الله من قوة بذلوا في طلب العلم فينا، هذا الشرط الثاني، أي إخلاص لله سبحانه وتعالى. جاء الوعد من الله سبحانه وتعالى لنهدينهم، أي والله لنهدينهم سبلنا. إذن الأمر ترى يسير على من يسر الله سبحانه وتعالى عليه، وأنت يعني بحسب ما تتقن ستعرف قيمة المرء بما يتقن. الذي يضيع الأوقات إيش يقال عنه؟ هاي الشر. اللي يضيع الأوقات إيش نقول عنه؟ لعاب. طيب، واللي يحافظ على الأوقات يسموه حافظ، إمام، محدث، عالم، صحيح؟ أي نعم. فأنت اختار لنفسك، إذا تريد تحافظ على وقتك سيقال عنك أنك إمام وحافظ ومحافظ على الأوقات ومرتب وكذا، وإذا تضيع الأوقات يقال عنك لعاب ومستهتر، صحيح؟ ولا مبالاة وغير هذا. فلا نحتاج، والله لا نحتاج أن تضع مشرفين يراقب الطلاب، إذا كل واحد عرف الذي له والذي عليه، عرف أن هذه الدورة عقدت لمصلحته. لا نريد منكم جزاء ولا شكور، فقط يعني في هذه الأيام